الإخواني سأتلو عليكم بيان الجبهة الشعبية، وفيما بعد سندخل في مشاورات مع كل القوى الحزبية والجمعياتية. طلع الجبهة الشعبية قائدها الرمز وزعيم التيار الشعبي القومي الناصري الأخ والرفيق محمد البراهمي، الذي طالته يد الغدر الآثمة منتصف نهار اليوم أمام منزله بحي الغزالة بالعاصمة، بنفس الطريقة الجبانة التي اغتيل بها يوم 6 فبراير الماضي الشهيد شكري بالعيد زعيم حزب الوطني الديمقراطي الموحد وقائد الجبهة الشعبية. أن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت في وضح النهار والتي تستهدف مباشرة زعامات الجبهة الشعبية وكل الزعامات الوطنية والديمقراطية يتحمل مسؤوليتها مرة أخرى الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الذي يدفع البلاد بسياساته المعادية لمصالح الشعب والوطن نحو الانهيار. أن الجبهة الشعبية وتحملا منها لمسؤوليتها التاريخية تدعو الشعب التونسي وكل القوى الحية إلى أنقاذ تونس من هذا الانهيار، لإرجاع ثورة الشعب إلى مسارها الحقيقي وسد الباب أمام زارعي الفتنة والموت والخراب. أن الجبهة الشعبية تدعو الشعب التونسي إلى الدخول في عصيان مدني سلمي في كافة المناطق حتى إسقاط الائتلاف الحاكم مجلسا تأسيسيا ومؤسسات نابعة عنه من حكومة ورئاسة، كما تدعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية إلى الدخول مباشرة في مشاورات من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى تسيير البلاد والإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية وشفافة في مناخ سياسي سلمي خال من العنف والإرهاب، كما أنها تدعو إلى إعلان الإضراب العام في كافة مناطق البلاد يوم جنازة الشهيد الرمز محمد إبراهيمي. عاشت تونس حرة مستقلة ديمقراطية، عاشت ثورة الشعب المجيدة المجد محمد إبراهيمي وشكري بالعيد وكافة شهداء وطن.